مبادرة تحدي الجزائر لشركة الناشئة هي مبادرة فريدة من نوعها، مبادرة تم المشاركة فيها في أكثر من 2000 مشروع من كل أقطار من كل الولايات الوطن. اليوم توجد هذه المسابقة بفوز 6 شركات ناشئة في 6 مجالات في المجالات التكنولوجية ومجالات علمية. دورنا كوزارة هو كان قبل كل شيء مرافقة هذه المسابقة. نحن نثمن هذه المجهودات وهذه المبادرات لحقيقة تمكننا أن نتعرفوا على المشاريع وعلى المشاريع المبتكرة وعلى أصحاب المشاريع. نحن الحمد لله كنا الفائزين في المرتبة الأولى في لو دومين دو ترانسبور اي لوجيستيك. بون رانا فرحانين لأنه الفوز كامل اون ايتي سيليكسيوني بارمي بليزيور بروجي. هادشي ان اونور بور نو.